صاحب 30 عام، اللاعب رقم 9 عدنان الوردي المغربي، وهو هداف الفريق حتى الآن بهدفين، حقق من خلالها انتصار وتعادل في من خلال المباريات الماضية. لدينا أيضا جيلاني نور الدين عبد السلام التونسي صاحب 28 عام، وأيضا لدينا مهند الفارسي اللاعب رقم 36. هذه تشكيلة المدرب التونسي رمزي بن الحسين جرمود، فيما ايضا لدينا خالد بن محمد المقيطي باللاعب رقم 22، حارس المرمى اللاعب رقم 89 لدينا فيصل المطيري، اللاعب رقم 3 سيف المختار العكرمي اللاعب التونسي وقائد الكتيبة بالنسبة لفريق النجمة في هذه الليلة باللباس الأخضر الكامل، لدينا أيضا خالد الإجهني اللاعب رقم 2، اللاعب رقم 4 أيمن المسرحي، ولدينا التسديدة الأولى لكنها تصل بعد ذلك سهلة إلى حارس المرمى، تصل بعد ذلك سهلة إلى حارس المرمى خالد المقيطي في المحاولة الماضية والتسديدة الماضية من مالك الميلادي، وصل السهلة إلى حارس المرمى. لدينا اذا اللاعب رقم 5 يوسف الزهراني بالنسبه لتشكيله النجمه، اللاعب رقم 15 مهند الشدويخي، اللاعب رقم 10 محمد القميز، 99 ديانجا عبدو لاي السنغالي اللي عنده هدف بالمناسبه، بجوار ايضا هشام مختار لديه هدف، وايضا قائد الكتيبه سيف الدين مختار اللي عنده هدف، الثلاث اهداف اللي جلبت انتصارين في المباراتين الماضيه بالنسبه لفريق النجمه. ايضا لدينا اللاعب رقم 8 زياد القحطاني، هي اسماء وتشكيله المدرب عامر دربال التونسي في هذه المواجهه. يخوض هذه المباراة تحكيميا حكم الساحة ناصر خنفور، يعاون اليوم الحكم المساعد الأول علي الخيبري، والحكم المساعد الثاني لدينا أيضا فلاح الشمري، والحكم الرابع عن هذه المباراة وليد المرداسي في هذه المواجهة التي تأتي باكرا في هذه الأمسية الكروية ضمن أحداث دوري الدرجة الثانية في عديد من المباريات تبدأ عصر هذا المساء. الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لصالح فريق الصفا صاحب الدار صاحب الضيافة في هذه المواجهة، لا خسارة تذكر حتى الآن من جانب كلا الفريقين، من يسجل أول حالة خسارة ضد الآخر في هذه الليلة، تعادل وانتصارين بالنسبة لفريق النجمة وتعادلين وانتصار بالنسبة للصفا، ولدينا رأسية لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة الزاوية، ركلة الزاوية إذا لصالح فريق الصفا في التقدم الماضي بشكل ممتاز، والعرضية أيضا والاستقبال اللي كان حاضر من جانب محمد إبراهيم عويشي التونسي، ثلاث أسماء تونسية بجوار قائد الكتيبة رمزي. ركلة الزاوية على يمين حارس المرمى، الكرة تلعب داخل المنطقة بالرأس، أيضا بداية جيدة حتى الآن يسجلها نادي الصفا في بداية هذه المباراة، الكرة بتعود من جديد إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى رمية جانبية. الكرة تتحول إلى رمية جانبية. الكرة بتعود على طول من جانب عبد الله هاشم. عرضية من جديد داخل منطقة. التهديد حتى الآن ما زال مستمر في بداية المشوار وفي بداية هذا اللقاء، خطيرة أمام المرمى في المرمى، جول! خطيرة جدا. خطيرة جدا اللحظات والدقائق الأولى، تهديد حقيقي من جانب لاعبين الصفا، جيلاني نور الدين في المحاولة الماضية ما فيها أوفسايد تماما، استلام سليم جميل، وبعد ذلك التسديدة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. برافو العمل الذي يقدم اللاعبين التونسيين بجوار المدرب و المدير الفني الرمزي بن الحسين جرمود في هذه التجربة في الملاعب السعودية، حتى الآن التعليمات حاضرة من جانب جرمود للاعبي في أرضية الملعب، أولى التهديدات أولى الكرات الخطيرة كانت حاضرة عن طريق جيلاني، والمحاولات ما زالت مستمرة. كرة بتعود انطلاقة وتقدم، لعب العرضية والاستفادة بركلة الزاوية الثانية في المباراة لصالح الصفا، لصالح الفريق الأفضل الذي يدخل في أجواء المباراة من بدري، وبالتالي يعمل كل الخطر والتهديد الحقيقي على مرمى نادي النجمة. ركلة الزاوية هذه المرة على يسار حارس المرمى خالد المقيطيب، وحتى الآن الخطر كل الخطر حاضر من جانب لاعبين نادي الصفا ومن الأسماء التونسية الأفريقية
على يسار حارس المرمى، ركلة ركنية الآن على التنفيذ. ركلة ركنية إذا لصالح نادي الصفا. يلعب لكرة عالية داخل منطقة بالراس، لكن بقبضة اليد بشكل ممتاز خالد يحولها للأمام من أجل الهجوم المعاكس المرتد لصالح أبناء النجمة. العودة بعد ذلك من جانب السنغالي، ديانج يعود بالكرة ويستفيد أيضا على رمية جانبية. الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب لكنها تتحول إلى رمية جانبية لصالح نادي الصفا. سلامات إلى حارس المرمى خالد المقطيب اللي واقع على أرضية الملعب للإصابة. سلامات بعد العرضيات اللي كانت حاضرة من لاعبين نادي الصفا في اللقطات الماضية على اليمين وعلى الشمال، وبالتالي حتى الآن لم يدخلوا لاعبين فريق النجمة لأجواء هذه المباراة وسط أنظار من عامر الدربال. الحوار التونسي التونسي الأفريقي من جانب كلا المدربين. حتى الآن لاعبين نادي النجمة لم يدخلوا في أجواء المباراة من بدري عكس لاعبين نادي الصفا بفورة كبيرة وبقتالية كبيرة وبروح عالية. حتى الآن يهددون مرمى آل القطيب بأكثر من لقطة. رمية جانبية إذن عن طريق عبد الله عثمان هاشم، يلعب لكرة داخل منطقة الجزاء. يا سلام على مرور، خطيرة خطيرة، فيها تحذير وبعد ذلك فيها تسديد وفيها جول، فيها جول، فيها جول، جول إذا لصالح فريق الصفا. وبعد ذلك الحذر اللي كان حاضر من جانب لاعبين فريق النجمة بهذا التراجع يأتي بهدف أول جميل جدا لأبناء الصفا اللي كانوا أفضل اللي كانوا أخطر، وبالتالي سجلوا أول أهداف هذه المباراة مع التقدم الحقيقي للاعبين فريق الصفا. يأتي أولى الأخبار، يأتي أولى الأهداف عن طريق اللاعب رقم 5 حسن الحسين الكريش، يسجل هدف جميل جميل بعد عمل رائع كان حاضر من جانب اللاعب إجيلاني نور الدين، وبعد ذلك التمريرة المعادة إلى حسين الكريش، وبالتالي يسجل من خلالها أولى أهداف هذه المباراة. حضر كان رائع من جانب دفاعات فريق النجم والتراجع الكبير من جانب أبناء النجم. للصفا كرة بتعود على الجهة اليمنى، واحد اثنين لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس من جديد. رمية تماس لأبناء الصفا وصلوا إلى دوري الدرجة الأولى، دوري الكاد تحديدا لمرة وحيدة فقط كان ذلك في 2014-2015 يبحثون عن الوصول المرة الثانية من خلال مشوار فريق الصفا في دوري الدرجة الثانية. كرة وتقدم الآن على الطرف الأيسر، انطلاقة بشكل ممتاز، عودة بالكرة بمحاولة السيطرة عليها بشكل رائع، تقدم الأمام، لعب كرة الآن في أول تقدم، في أول هجمة، في أول بناء يأتي الآن لأبناء النجمة على الجهة اليمنى، عرضية جميلة لكنها تتخلص
خالد الجهني في الأرضية، الكرة ما زالت مستمرة فيها تحضير، السنغالي شوت لكنها تذهب إلى خارج أرضية السنغال. ديانج في محاولة الماضي صاحب 32 عام تهيئت الكرة بهذا الشكل، أرسلها بالقدم اليسرى لكنها اعتلت المرمى وذهبت إلى ركلة مرمى لصالح فريق الصفاء عن طريق وديع العبيد. العبيدي يعلي كرة للأمام، وصل في المنتصف الآن. النجمة يدخلون في أجواء المباراة بحثاً عن العودة وتسجيل هدف العودة في هذه الحصة وفي هذا الشوط. تعادل الوحيد جمع الفريقين في المواجهات التاريخية ضمن دوري الثلاثة الثانية، كان تعادل سلبي مرة واحدة فقط، ما عدا ذلك الانتصار قد حضر للنجمة ثلاث مرات وللصفر أربع مرات. التفوق لأبناء الصفر لأصحاب الدار اللي حتى الآن أيضا يتفوقون ويتقدمون في هذه الحصة. كرة بتعود على الجهة اليمنى، التقدم والانطلاق على الجهة اليمنى من جانب عبد الله كانو، عبد الله إلى حسن الطريدي، عودة إلى حارس المرمى وديع العبيد، العبيد للطريدي من جديد قائد الكتيبة، لكن هنا تمرير بالخطأ بتعود الآن لصالح النجمة ديانج، ولكن في صافرة تحسم الأمور تماما من جانب حكم اللقاء ناصر عبد الرحمن حنفور خنفور يشير إلى خطأ في اللقطة الماضية. خطأ إذا لصالح السنغال الواضح في الصورة بحثا عن عودة في المباراة. خطأ في مكان قافل للتسجيل لمن يمتلك لاعبين فريق النجمة من إمكانيات قادرة على عودة أبناء عنيزة في اللقاء. العبيد والتوجيه لحائط الصد البشري وتحركات بيضاء خضراء داخل منطقة العمليات، ولدينا كرة وعرضية ورأسية أيضا حاضرة، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. النجم الآن يتقدم، النجم الآن يدخل في أجواء المباراة شيئا فشيئا ويهدد مرمى العبيد في أكثر من لقطة في أكثر من صورة، يتحصل على هذه الخطأ وهذه الرأسية التي حضرت لكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب من جانب زياد القحطاني. العبيد اللي بدور يعلي كرة للأمام، حوار هوائي ما زال مستمر في المنتصف، الكرة والانطلاق على الجهة اليسرى، لكن بنية جسمانية قوية ما شاء الله تبارك الله يمتلكها السنغالي ديانج، وبالتالي صعب المرور من أمام هذه الصخرة الدفاعية السنغالي ديانج. كرة وخطأ ينفذ على الجهة اليمنى، عرضية بشكل ممتاز بتعود من جديد على الطرف الأيمن، ولدينا صافرة وخطأ من جديد لصالح النجمة. كرة بتعود من جديد عن طريق زياد القحطاني، القحطاني بعد ذلك كرة على الطرف الأيسر إلى التونسي سيف، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية لصالح الصفا، التقدم على الطرف الأيمن، عرضية بشكل ممتاز لكن التغطية حاضرة ليس ببعيد. عادت الآن للاعبين الصفا من جديد، تحضير على الطرف الأيسر، انتشار وتحرك وانسجام واضح من جانب لاعبين الصفا، يسجلون الأفضلية حتى الآن ويأتون بالأسبقية بأول أهداف هذه المباراة بعد
الدقائق الأولى اللي كانت جدا قوية من جانب أبناء الصفا من الأسماء التونسية، فبالتالي يحضر أول الأهداف عن طريق اللاعب رقم 5 اللاعب حسين آل قريش. كرة بتعود على الطرف الأيسر، تنظيم وبناء الهجمة من خط الدفاع من جانب الكتيبة الخضراء لصالح فريق النجمة. يوسف الزهراني يلعب لكرة بينية للأمام على طول بشكل ممتاز إلى فيصل المطيري، الانطلاقة بشكل رائع الآن، التحضير على الطرف الأيسر، المطيري من جديد، 1-2، عرضية بالانتظار تبدو خطيرة، لكن الكرة بالطول وتذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، برافو بالانطلاقة في اللقطة الماضية من جانب المطيري فيصل، وأيضا بجانب محمد القميز في التقدم الماضي من جانب كتيبة النجمة، لكن الكرة لم تستفاد ولم تسجل، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى مع حارس المرمى وديع العبيد. وديع يرسل لك كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، الإبعاد اللي كان حاضر من زياد القحطاني، الكرة تذهب إلى رمية تماس، رمية تماس إذا لصالح فريق الصفا، 5 نقاط حتى الآن، يبحث عن النقطة الثامنة اللي يسجل في هذه المباراة 3 أهداف في البطولة ليتساوى بذلك بذات الرصيد التهديفي اللي يمتلك النجمة اللي مسجل 3 أهداف أيضا في المباريات الماضية، وأيضا يتساوون على مسألة استقبال الأهداف، الصفا اللي استقبل هدف وحيد وأيضا النجمة اللي استقبل هدف وحيد في الـ3 المباريات الماضية، بالتالي يتساوون بذات الرصيد التهديفي في التسجيل وايضا في الاستقبال لكلا الفريقين. كرة بتعود امامية على طول، تتحول الى خارج ارضية الملعب الى رمية جانبية، اذا لصالح فريق النجمة. الصفا اللي تعادل في اولى مبارياته في افتتاحية هذه البطولة بالنسبة لفريق الصفا، تعادل إيجابي 1-1 من أمام الروضة، وهو الهدف الوحيد اللي استقبله في المباراة الأولى من أمام الروضة، وبعد ذلك الانتصار قد حضر من أمام الزلفي 1-1، وفي آخر مباراة حضر التعادل السلبي ما بين الجيل والصفا، وبالتالي سجل الصفا 2 تعادل، 1 إيجابي 1 سلبي، وحالة انتصار كانت قد حضرت من أمام الزلفي، والهدف الوحيد اللي استقبلت شباكه كان من أمام نادي الروضة. العبيد يعلي كرة للأمام، تتخلص وتعود من جديد على الطرف الأيسر، التقدم من جانب هشام مختار الجزائري، كرة بتعود من جديد، قطع الكرة وافتكاك الكرة بشكل رائع من جانب عدنان، عدنان للأمام لكنها بشكل خاطئ، أيضا التمرير الخاطئة بتعود الآن لصالح النجمة في المنتصف مع السنغالي ديانج، ديانج وعودة بالكرة لقائد الكتيبة سيف الدين مختار، النجمة اللي بدأ مشواره بتعادل من أمام النعيرية اللي يتساوى معاه بذات الرصيد النقطي 7 نقاط، وأيضا انتصار قد حضر في مباراة من أمام الريان 2-1، الريان اللي استطاع أن يسجل الهدف الوحيد حتى الآن في شباك النجمة في هذه البطولة، فيما الانتصار الأخير في المباراة الماضية من أمام الروضة اللي تعادل معه فريق الصفا. كرة بتعود الآن داخل منطقة الجزاء لكنها تتخلص في المرة الأولى، الإبعاد للمرة الثانية مع وجود أحد اللاعبين اللي وقع على أرضية الملعب للإصابة، سلامات وبالتالي الكرة أوت للإطمئنان على سلامة اللاعب.
في هذا الاشتراك وهذا الاحتكاك مع جيلاني نور الدين وايضا ايمن المسرحي. سلامات جيلاني اللاعب التونسي صاحب 28 عام شقيقه جيلاني اللي لعب للترجي في هذا الموسم. اسماء تصنع الفارق حتى الان من جانب كده الفريقين واحد الاربع المحترفين المتواجدين في ارضيه الملعب من جانب فريق الصفا. هاي زياد هاي خلاص يا زياد اطلع لفوق شويه. فيما لدينا ثلاث اسماء اجانب متواجدين في صفوف فريق النجمه في ارضيه الملعب مع وجود احد اللاعبين الاسم الرابع المحترف الرابع ريكاردو رافائيل اميراندا البرتغالي متواجد في دكه البدلاء. ماذا عن رابع المباريات من جانب كلا الفريقين؟ من يلحق الخساره الاولى بالفريق الاخر؟ حتى الان واحد مقابل لشيء قابله للزياده وقابله للتعديل في اي لحظه من العمل الذي يقدمه حتى الان لاعبين فريق النجمه في الدقائق الماضيه. كره بتعود مع قائد الكتيبه سيف الدين مختار. سيف الدين هو صاحب هدف الانتصار في اللقاء الماضي من كرة ثابتة جميلة في مرمى الروضة. تري واحد من الأسماء بلا أدنى شك المهمة في كتيبة عامر دربال. كرة بتعود في المنتصف الانطلاقة والمحاولة مع فيصل المطيري يلعب له كرة على الجهة اليمنى حاول أن يلحق على كورته في اللقطة الماضية خالد الجهني لكنها أطول من خالد وتحولت إلى رمية جانبية. الكرة تحولت إلى رمية جانبية. دربال والتوجيهات دربال والتعليمات لي نجوم النجمة من أجل العودة في هذا الشوط. كرة بتعود في المنتصف تمريرة بعد ذلك على الجهة اليمنى الجبهة الأخضر حتى الآن من جانب نادي الصفا بتواجد جيلاني في الطرف الايمن وايضا عدنان الوردي المغربي. الكره تذهب بتغطيه دفاعيه بشكل ممتاز. افتح يا خالد افتح يا خالد افتح يا خالد اطلع بيها اطلع بيها اطلع بيها. نقله بعرض الملعب موجوده في خط الظهر الدفاعي امامي الان بشكل ممتاز استلام بشكل اكثر من رائع على ذلك في التقدم الماضي من جانب هشام مختار. هشام يضطر للعودة للوسط وبعد ذلك الكرة تفتك الآن من جانب لاعبين الصفا افتكاك أيضا رائع بدون أي خطأ في اللقطة الماضية لصالح النجمة. الكرة أمامية إلى هشام لكن العبيد بخروج موفق في اللقطة الماضية يتحصل على الكرة يتحصل على الكرة وديع العبيد المخضرم صاحب ال 34 عام العبيد اللي كان له تجارب ومحطات هنا في المنطقة الشرقية. العبيد اللي قد لعب مع الخليج وقادم من الخليج إلى الصفا في هذا الموسم قد مثل أيضا النجوم والنهضة أندية المنطقة هنا المنطقة الشرقية وأيضا مثل نادي نجران والوطني في 2019 وفي 2016 تاريخ قيمة فنية كبيرة يمتلكها وديع العبيد مصدر أمان واطمئنان بالنسبة للمدرب رمزي جرمود. حتى الآن استقبلت شباكة هدف وحيد في اللقاء الأول. النجم اللي يحمل سجل ايضا جيد على مستوى هذه البطوله واحد من ابطال هذه البطوله اللي حققها مرتين وايضا النجم اللي سبق وان وصل الى دوري الدرجه الاولى ل 11 مره وايضا الوصول
إلى دوري السعودي الممتاز، 10 مرات كنت قد صعد إلى دوري الدرجة الأولى، 10 مرات فيما 11 مرة هو قد صعد إلى دوري السعودي الممتاز، وحقق معها أيضا نتائج إيجابية بالنسبة لنادي النجمة القادم من محافظة عنيزة هناك بمنطقة القصيم، فيما هنا الجماهير الحاضرة عن هذه المباراة هنا في صفوة اللي سندون ويأزرون نادي الصفا حتى الآن اللي يتقدم لهم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب رقم 5 في الدقائق الأولى من عمر هذا اللقاء اللاعب حسين آل قريش قد يكون هو هدف الانتصار لأن يعني النتيجة الأكبر حضورا في لقاءات الفريقين وانتصارات نادي الصفا قد سجلت بهدف مقابل لا شيء، مرتين قد حضرت لصالح فريق الصفا وبالتالي قد يكون هو هدف وحيد وهدف كفيل بجلب انتصار وثلاث نقاط ثمينة لأبناء صفوة. الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، رمية جانبية إذا لصالح الصفا من جديد والتوجيهات ما زالت مستمرة، الدعم حتى الآن حاضر من جانب كلا المدربين التونسي رمزي جرمود وأيضا التونسي الآخر عامر دربال. الكرة الآن أمامية بشكل ممتاز، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هشام يحاول في المقدمة فيها تمريرة لكن أيضا أدوار دفاعية وقتالية كبيرة من جانب لاعبين فريق الصفا، الوصول يكون حاضر لكن اللمسة الأخيرة الإنهاء من جانب كتيبة النجمة، التركيز حتى الآن في اللمسة الأخيرة غير موجود حقيقة من جانب لاعبين فريق النجمة بعد الوصول لهشام، هشام كان ممكن أن يتعامل مع الكرة بشكل أفضل لكن الكرة لم يتحصل عليها من اللمسة الأولى وبالتالي لم تستفاد بذلك بشكل أكبر من جانب كتيبة النجمة. الكرة تتحول إلى رمية جانبية، رمية جانبية إذن لصالح فريق النجمة، أو ركلة الزاوية، ركلة الزاوية يشير إليها حكم اللقاء في اللقطة الماضية ناصر عبد الرحمن وحوار ما بين اللاعبين في منطقة الجزاء. ركلة الزاوية مسرحي على التنفيذ، مسرحي بجانب المطيري، هل يمررها المطيري أم مباشرة داخل المنطقة، داخل المنطقة من جانب مسرحي على القائم الثاني فيها رأسية وفيها إبعاد لكن هنالك قرار قبل ذلك يحسم الأمور تماما من جانب حكم اللقاء ناصر عبد الرحمن في اللقطة الماضية. هنا مسرحي والعرضية وبعد ذلك الرأسية باتجاه المرمى قبل أن يأتي الإنقاذ والإبعاد لكن اللقطة فيها خطأ لحارس المرمى العبيد، وديع يتحصل على خطأ، الإبعاد بشكل ممتاز كان من عدنان، صافرة أخرى وخطأ يشير إليه حكم اللقاء لصالح الصفا. في هذا الاشتراك الماضي الصفا شاهدنا في بداية المباراة يتقدم يهدد، الرغبة اللي كانت كبيرة من جانب اللاعبين على التسجيل حضر ذلك عن طريق اللاعب رقم 5 القريش وبعد ذلك ردة الفعل حضرت من جانب كتيبة النجمة لكن حتى الآن لا يصلون لا يسجلون لا يعودون في هذا الشوط حتى الآن. هل من جديد في الدقائق المتبقية من أحداث هذا الشوط؟ الهجوم المرتد الآن بشكل ممتاز على الجهة اليمنى، الانطلاقة حاضرة، التقدم والبينية بعد ذلك بشكل ممتاز من مهند والكرة فيها صافرة، الكرة فيها صافرة
على قائد الكتيبة حسن الطريدي. طريدي يعتذر ضد خطأ وحديث مع حكم اللقاء التمرير الماضي بشكل جميل من مهند، والتدخل من جانب الطريدي. اللاعب المخضرم اللي سبق ان لعب الطريدي اللي تحصل على بطاقه صفراء، لعب للخليج وهجر ايضا للنهضه هنا في المنطقه، يتحصل على بطاقه صفراء الطريدي اذا في الاشتراك والتدخل الماضي، ولدينا خطا نجماوي بحثا عن العوده في هذا الشوط. مسرحي المتعهد دائما على الكرات الثابتة بجانب أيضا خالد الجهني. المسرحي يرسل لك كرة جميلة لكنها تتحول إلى ركلة زاوية، الكرة تتحول إلى ركلة زاوية. الإبعاد بشكل جميل من جانب مالك الميلادي التونسي صاحب ال 26 عام، يحول الكرة الماضية إلى ركلة الزاوية، وحتى الآن شباك نظيفة من جانب العبيد. كرة داخل المنطقة بالراس تخلص في المرة الأولى، الثانية تعود أيضا نجماوية على الجهة اليمنى من جانب جياند، العرضية حاضرة من خالد الجهني. كرة بتعود صافرة وخطأ أيضا في اللقطة الماضية، الأمر الذي لا يعجب لاعبين فريق النجمة في هذا الاشتراك وهذا التدخل، وبالتالي لدينا خطأ وضربة حرة غير مباشرة لصالح كتيبة الصفا. وقت مستقطع يشير إليه حكم اللقاء، التقاط الأنفاس وأخذ جانب من التعليمات على آخر ربع ساعة تقريبا متبقية من أحداث هذه المباراة في شوطها الأول. ربع ساعة تقريبا متبقية على أحداث هذا الشوط حتى الآن، الذي يتفوق من خلالها الصفا بهدف مقابل لا شيء في هذا الشهر في شهر أكتوبر. قد سبق أن جمعت الفريقين مباراة وحيدة في هذا الشهر، وقد انتهت لصالح الصفا بهدفين مقابل لا شيء. كان حينها في 30 أكتوبر من العام الماضي 2021، هدفين مقابل لا شيء لصالح الصفا على أرضية هذا الملعب.
وبالمناسبة هو آخر انتصار قد سجله فريق الصفا في مواجهات الفريقين التاريخية اللي قد جمعتهم على صعيد دوري الدرجة الثاني. لكن آخر مباراة قد جمعت الفريقين في مباراة الأياب في الموسم الماضي قد انتهت لصالح النجمة بهدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء قد انتصر من خلاله الصفا مرتين في 2014 وفي 2015 واحد مقابل لا شيء. قد انتصر الصفا في ثالث الانتصارات فيما الانتصار الرابع للصفا كان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وبالمناسبة هي أكبر نتيجة انتصر فيها الصفا على فريق النجمة. لكن النجمة بأكبر انتصار كم 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 سجل النجمة في تلك المباراة؟ 4 أهداف مقابل هدف وحيد، وهي أكبر نتيجة قد حضرت في مواجهات الفريقين، وأعرض انتصار قد سجل فريق النجمة في مبارياته مع فريق الصفا 4 أهداف مقابل هدف وحيد، وهي المباراة الأولى التي جمعت الفريقين كان قد حدث ذلك في 2011. مطالبة على خطف اللقطة الماضية من جانب كتيبة النجمة الذي يبحثون الآن بشكل جاد على كيفية العودة في هذا الشوط. العرضية الآن ممكن تكون مناسبة، نعم تأتي الآن، التسديدة قد تكون حاضرة، وبعد ذلك العبيد في الإبعاد. برافو النجمة بعد التعليمات اللي يأخذونها من المدرب عامر دربال، العمل حاضر الآن من جانب كتيبة النجمة في التقدم الماضي في التسديد والتهديد على مرمى العبيد. الكرة تحولت في اللقطة الماضية بإبعاد رائع من جانب عبيد، وإبعاد هدف أول محقق لصالح فريق النجمة. عمل كبير يقوم فيه العبيد ودفاعات الصفا في هذا الشوط يمنعون أول أهداف النجمة في هذه المباراة. النجمة أيضا انتصر 1-0 في 2016، 1-0 في آخر لقاء قد جمعهم في 3 الانتصارات اللي سجلها فريق النجمة على الصفا، في من 4 الانتصارات أكبرها للصفا بـ3، وبعد ذلك في هذا الشهر بـ2، في نفس هذا الشهر التفوق لأصحاب الدار نادي الصفا، وفي مباراتين انتصر بهدف وحيد، فيما التعادل السلبي قد جمع الفريقين مرة وحيدة فقط في 2013. هذا مجمل المباريات التاريخية التي قد جمعت الفريقين على صعيد دوري الدرجة الثانية. كرة بتعود على الطرف الأيسر، مسرحي يرسلها أمامية إلى هشام مختار، مصدر الإزعاج الكبير من جانب كتيبة النجمة لدفاعات الصفا. حتى الآن مختار يقوم بالعمل اللازم في الشق الهجومي، لكن ننتظر اللمسة الأخيرة. جمهور وعشاق النجمة ينتظرون اللمسة الأخيرة، الإنهاء، الفينش من جانب الأسماء في المقدمة من أجل عودة الفريق في هذه المباراة. خطأ إذن يشير إليه حكم اللقاء ناصر عبد الرحمن في الاشتراك والتدخل الماضي. وسلامات لأحد لاعبين فريق الصفا اللي يتلقى العلاج اللازم الآن داخل أرضية الملعب. اللاعب محمد العمودي صاحب القميص 21 وسط هذه الجماهير السعيدة بلا أدنى شك حتى الآن في هذا التقدم وهذا المستوى الذي يقدمه أبناء صفوة. حتى الآن لا خسارة تذكر في الجولات الأولى من عمر هذا الدوري، دوري الدرجة الثانية اللي يقسم على مجموعتين. حتى الآن يتصدر المجموعة الأولى نادي الترجي، يا رمزي بـ9 نقاط مع عرعر أيضا بـ9 نقاط بـ3 انتصارات وخسارة، فيما أطويق يحل ثالثا
بثمان نقاط، يتساوى مع البكرية أيضا بثمان نقاط. هذه عن المجموعة الأولى، هذه عن المجموعة الأولى يا عامر. التفكير الآن على كيفية الوصول للنقطة العاشرة أم الثامنة للصفر. كل مجموعة اللي تضم 16 فريق يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدوري يلو، فيما يلعب الثالث من كل مجموعة مباراة فاصلة لتحديد الصاعد الخامس. خمس فرق راح تصعد من دوري الدرجة الثانية، فيما خمس أندية سوف تهبط. على مسألة الهابطين، أربع أندية سوف تهبط صاحب ال 15 وال 16 من كل مجموعة. المجموعة الأولى يتواجد الأنصار أو الانتصار وقلوة، صاحب ال 15 وال 16 على المجموعة الأولى، والصقور والشعيب في المجموعة الثانية هم من يحتلون المركز ال 15 وال 16. لكن لسه الحديث بدري 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 عليه، على مسألة الصعود، على مسألة الهبوط، لأن لدينا 26 أو 27 مباراة في المجموعة الثانية و26 مباراة في المجموعة الأولى، وبالتالي لدينا متسع من الوقت على حسم الأمور على مسألة الصعود إلى دوري يلو دوري الدرجة الأولى اللي سبق من خلال كلا الفريقين الوصول إليه مرة وحيدة للصفا، فيما 10 مرات لنادي النجمة. كرة تبعد بالرأس على الطرف الأيسر، انطلاقه وتقدم بشكل ممتاز، فيصل 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 يشوت، يا سلام يا سلام يا سلام على فيصل الانطيري صاحب القميص 89 ما بين صاحب القميص الوسط والمهاجم الصريح، يتقدم وياخذ الانطلاقة والمحاولة والتسديدة بالقدم اليسرى، لكن العبيد أي تألق أي حديث يمنع حتى الآن العبيد بتفوقه بصد ومنع أول أهداف فريق النجمة. ركلة الزاوية، ركلة الزاوية، العبيد حتى الآن يتألق من أمام كتيبة النجمة، الكرة تذهب إلى ركلة الزاوية بعد إنقاذ موفق من جانب العبيد، مسرحي على القائم الأول، يسل الكرة لكنها تبعد الآن للكرة المرتدة والهجوم المعاكس، ولدينا خطأ، ولدينا خطأ، بطاقة صفراء قد تظهر في هذه اللحظات بعد أن ظهرت على حسن ألتريدي، فيما البطاقة الصفراء تظهر هنا على لاعب النجمة، اللاعب رقم 15 مهند عبد العزيز. بطاقة صفراء إذا تذهب لكل فريق في هذا الشوط، فيما التفوق صفواني حتى الآن بهدف مقابل لا شيء. بطاقة صفراء إذن على مهند عبد العزيز. واضح في الصورة في التدخل الماضي على اللاعب جيلاني نور الدين. الكرة عالية أمامية بالرأس فيها تحضير. ابعاد للامام على مرتين، سيف الدين مختار، الكره في المنتصف الى مهند، يلعب لك كره على الجهه اليمنى، الابعاد بشكل رائع من كنو، تعود بعد ذلك على الطرف الايسر، تذهب الى خارج ارضيه الملعب، تذهب الى خارج ارضيه الملعب، رميه جانبيه من جديد، خالد الاجهني يلعب لك كره اماميه تمر بشكل ممتاز الى هشام، هشام يتقدم، هشام عودة إلى خالد، لكن العرضية لم تكن جيدة في اللقطة الماضية من جانب خالد الأجهني، والاعتذار للزملاء في اللقطة الماضية بعد العرضية التي لم تكن بالصورة الجيدة. هشام إلى خالد الأجهني، عرضية تذهب إلى خارج أرضية الملعب بدون أي عنوان إلى ركلة مرمى مع
وديع العبيد. العبيد يلعب لك كرة للأمام تتخلص وتعود إلى سيف الدين المختار. أمامية على طول بالرأس تتخلص، عادت من جديد أمامية بشكل ممتاز. الآن تصل على الطرف الأيسر واصلة إلى جيلاني. جيلاني يتلاعب، جيلاني يا سلام يا سلام يا سلام يا جيلاني. جيلاني بعد ذلك داخل منطقة الجزاء بعد فاصل مهاري جميل من جيلاني. التونسي تقدم صاحب 28 عام ومر بشكل ناجح في الأولى والثانية، لكن بعد ذلك الإبعاد قد حضر من دفاعات فريق النجمة. لتأتي الآن الكرة المرتدة خلف اللاعب مهند. مهند يفقد كورته لتعود الآن لصالح فريق الصفا. كرة هنا وكرة هناك، سجال قبل اللحظات الأخيرة من نهاية الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء. ممكن المضاعفة قد تأتي أم التعديل قد يأتي؟ الإصرار بات واضحا في الدقائق الأخيرة من أحداث هذا الشوط، ولدينا 3 دقائق وقت بدل ضاع محتسبة من حكم اللقاء ناصر عبد الرحمن. رمية جانبية، شوط حتى الآن يسجل أفضلية بالنسبة لفريق الصفا على مسألة التسجيل، لكن ما بعد التسجيل تكافؤ في الفرص، تكافؤ في مسألة الوصول لكلا المرميين، وبالتالي كاد النجم أن يسجل هدف التعادل إلا أن تألق العبيد في أكثر من كرة منع ذلك. الصفا اللي سجل الأسبقية وسجل الهدف الأول بعد أن حالة الارتباك اللي كانت حاضرة من لاعبين فريق النجمة وعدم الدخول في أجواء المباراة من بدري أعطت الأفضلية لأصحاب الدار للتسجيل، وبعد ذلك العودة تدريجيا لأجواء المباراة، الدخول سريعا لأجواء المباراة لتدارك الوضع من أجل العودة. لكن الشوط الأول بالمجمل من جانب الفريقين حتى الآن أداء جيد من جانب النجمة ومن جانب الصفا. 1-1، قد تتغير في الشوط الثاني مع تعليمات وتوجيهات المدربين رمزي جرمود وعامر دربال. لن تنتهي الأمور حتى الآن في هذا الشوط، لدينا 45 دقيقة قادمة في الشوط الثاني وقد يتغير الكثير. كرة بتعود على الطرف الأيسر، سيف الدين المختار دائما وأبدا مشروع الهدف يأتي من خط الدفاع ومن قائد الكتيبة التونسي سيف الدين المختار في مسألة بناء وتنظيم الهجمة. كرة بتعود على الطرف الأيمن، يوسف الزهراني إلى السنغالي ديانج. ديانج وتغيير اتجاه اللعب على الطرف الأيسر إلى مسرحي بينية أمامية إلى فيصل المطيري. الكرة ما زالت مستمرة الآن لصالح فريق النجمة، التقدم على الطرف الأيسر من جانب مسرحي يتقدم أيمن. الكرة ما زالت مستمرة فيها بينية ممتازة الآن على الطرف الأيسر، عرضية بالانتظار، رأسية أم تسديدة؟ لا 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 لا، كان بالإمكان يا مهند أن تتعامل من لمسة واحدة كان تنهي الأمور، أما في الشباك أم هنالك شيء قاتم لأبناء النجمة. ردة الفعل كانت كبيرة من جانب المدرب عامر دربال بعد الكرة الماضية العرضية اللي كانت رائعة من محمد الكميز، لم يتعامل معها جيدا مهند عبد العزيز. كان بالإمكان أفضل مما كان في مسألة الإنهاء، اللمسة الأخيرة يا جماعة هي ما تنقص فريق النجمة في هذا الشوط. مهند كان عنده حل التسديد هو الأفضل في اللقطة الماضية، لكن فضل الاستلام، فضل المرور، وبعد ذلك بالغ في المرور ولم تستفاد الكرة من جانب كتيبة أبناء عنيزة. لدينا خطأ ويبدو هو الأخير في هذا الشوط، اللقطة الأخيرة
لقطة الختام سوف تكون لأبناء النجمة، مسرحي دائما وأبدا، مسرحي يرسل لك كرة الرأسية تأتي وبعد ذلك تصل سهلة إلى حارس المرمى وديع العبيد. وفي هذه اللحظات أيها الأحبة أيها السادة المتابعون والمشاهدون من خلف قنوات السعودية الرياضية، الشوط أول ينقضي ما بين الصفا وما بين النجمة بتفوق الصفا بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب رقم 5 حسين آل قريش في بداية هذا الشوط. لا تذهبوا بعيدا، لنا لقاء بإذن الله في مطلع الشوط الثاني في هذه المباراة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. ومحمد العمودي 21، محمد عويشي التونسي 11، عدنان الوردي اللاعب رقم 9 المغربي، جيلاني عبد السلام التونسي اللاعب رقم 7 36، مهند الفارسي هي أسماء وتشكيلة فريق الصفا في هذه المواجهة اللي يأتي باللباس الأبيض كما ذكرت. فيما على الجهة الأخرى باللباس الأخضر الكامل على يمين السادة المشاهدين يأتي في حراسة المرمى خالد المقيطيب اللي اهتزت شباكه بهدف وحيد حتى الآن، ولدينا اللاعب رقم 89 فيصل المطيري اللي كان صاحب أفضل وأخطر فرصة لفريق النجمة في الشوط الأول. لدينا اللاعب رقم 3 سيف الدين المختار التونسي قائد الكتيبة، خالد الجاني لاعب رقم 2، 4 أيمن المسرحي، 5 يوسف الزهراني، 15 مهند عبد العزيز، 10 محمد القميز، 99 ديانج عبدو لالي، 8 زياد القحطاني، 7 هشام مختار الجزائري. نظرة على ديربال وماذا يدور في البال من أجل عودة فريقه في هذه المباراة. عامر ديربال مع وجود احد اللاعبين اللي واقع على ارضيه الملعب، سلامات ديربال اللي اتى هنا في الملاعب السعوديه مدربا لنادي حطين لاول مره في 2018-2019 وبعدها درب نادي الساحل في 2019-2020 وحقق الصعود لدوري الدرجه الاولى لنادي الساحل، وايضا مع نادي حطين حقق الصعود لدوري الدرجه الاولى، وايضا مع العروبه في 2021 وتحقيق الصعود لدوري الدرجه الاولى، هي محطاته هنا في الملاعب السعوديه لهذا المدرب عامر ديربال. وايضا كانت له تجارب في الملاعب النرويجيه والاوكرانيه وايضا في بلاده مع نادي الترجي التونسي اللي درب في 2001 وفي 2004. مسيرة تدريبية حافلة بالعطاءات والإنجازات وقادرة على تحقيق إنجاز آخر لفريق النجمة والصعود لدوري الدرجة الأولى للمرة العاشرة في تاريخها، أو في المرة الـ11، 10 صعود كان لفريق النجمة، يبحث عن المرة رقم 11 بوجود هذا المدرب عامر ديربال. الكرة تذهب الآن إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة الزاوية لصالح فريق الصفا الذي بدأ بداية قوية في الشوط الأول وحقق من خلاله الهدف الأول، وبعد ذلك الخطر، كل الخطر من جانب النجمة، رأسية تحضر الآن ولكن أيضا صافرة تحسم الأمور تماما في اللقطة الماضية على وجود خطأ في اللقطة الماضية. هذا كانو عبد الله 27 عام لهذا اللاعب عبد الله كنو، كرة بتعود الآن لصالح النجمة في المنتصف، انطلاقة بشكل ممتاز على الطرف الأيمن من خالد الجهني، الجهني إلى هشام، واحد اثنين مع الجهني من جديد أيضا وهشام، لكن التغطية حاضرة من دفاعات فريق الصفا. كرة بتعود في المنتصف، ديانج يعود بالكرة إلى يوسف الزهراني، الزهراني أمامية كرة إلى فيصل، عودة الكرة بشكل ممتاز من فيصل على الجهة اليمنى إلى خالد، الكرة داخل منطقة الجزاء فيها عرضية بشكل ممتاز من محمد القميز، والكرة تذهب إلى ركلة الزاوية، ركلة الزاوية يشير إليها الحكم المساعد الثاني فلاح الشمري. بعد هذا العمل الذي قام فيه محمد القميز والعرضية التي صدمت في مدافع فريق الصفا وذهبت إلى ركلة الزاوية، ركلة الزاوية لصالح الكتيبة الخضراء اللي يبحثون عن التسجيل في الربع الساعة الأولى، أمر مهم لعودة الفريق من جديد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية من أمام الصفا
مسرح يلعب لكرة على القائم الأول خطيرة لكنها تذهب إلى ركلة زاوية أخرى. ما هو قرار حكم اللقاء؟ ركلة مرمى، ركلة مرمى بإشارة الحكم المساعد الثاني فلاح الشمري، وبالتالي الاحتجاج حاضر من جانب كتيبة النجمة في اللقطة الماضية، وركلة مرمى بعد ذلك إلى وديع العبيد. ركلة مرمى وديع يلعب لكرة أمامية تذهب إلى خارج أرضية الملعب من جديد إلى رمية التماس. رمية التماس عدنان الاشتراك الماضي مع مهند الفارسي. كرة أمامية الآن لصالح فريق النجم على الطرف الأيمن، تغيير اتجاه اللاعب تصل الآن إلى كانو عبد الله يلعب لك كرة عالية وأمامية. كانو كرة بالخطأ تصل بعد ذلك إلى سيف الدين المختار. أمان كل الأمان مع قلب الدفاع سيف الدين مختار، لكن حالة الارتباك اللي كانت حاضرة في بداية هذه المباراة والدخول بتركيز عالي من جانب لاعبين فريق الصفا كانت لهم الأسبقية في التسجيل بهدف مقابل لا شيء. ماذا عن الشوط الثاني؟ ماذا عن شوط المدربين؟ حتى الآن لا تغييرات تذكر، لا تبديلات تذكر على مستوى اللاعبين ولا على مستوى النتيجة. واحد مقابل لا شيء ما زالت مستمرة. كرة بالراس أمامية على طول، تحضير على الدائرة على طول على الجهة اليمنى، النقلة لفيصل، عودة الكرة إلى حارس المرمى عبيد. العبيد كرة على الطرف الأيسر، بناء وتنظيم الهجمة على الطرف الأيسر، بينية بشكل ممتاز، واحد اثنين مع الفارسي مهند، النقلة وتغيير اتجاه اللعب على الطرف الأيسر، عودة بالكرة، برافو على تغطية حاضرة لكن الأمور ما زالت للصفا، ما زالت للصفا، عرضية الآن داخل المنطقة على الطرف الأيمن لكنها أطول، أطول من اللازم عن جيلاني، وتحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. إلى ركلة مرمى. جيلاني عنصر مهم جدا في فريق الصفا بتحركاته، بخطورته، بتمركزه الجيد، صانع الفارق حتى الآن في كتيبة الصفا، ومن ساهم بشكل كبير في تسجيل الهدف الأول لأبناء الصفا. رمزي جرمود مدرب التونسي والحوار التونسي ونحن على بعد أيام قليلة، لكن لدينا الآن لقطة خطيرة ولدينا تسديدة أيضا لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة الزاوية، برافو على العمل الذي يقدمه لاعبين فريق النجمة. الكرة وصلت إلى مهند عبد العزيز، هذه المرة أرسلها بالقدم اليسرى لكن الإنقاذ حاضر من قائد الكتيبة حسن الطريدي اللي حولها إلى ركلة الزاوية. ركلة الزاوية لصالح فريق النجمة اللي يبدو أفضل في الشوط الثاني وبداية الشوط الثاني. ركلة الزاوية تمر الآن وتعدي التغطية والإبعاد حاضر أمامية على طول للمرة الثانية أمامية إلى جيلاني. جيلاني يتقدم، جيلاني يحاول ولكن لدينا خطأ، سلامات للتونسي جيلاني في التدخل الماضي من جانب زياد القحطاني، وسلامات بالتالي للتونسي. كم تونسي لدينا؟ ثلاثة من جانب الصفا وواحد من جانب فريق النجمة واثنين اليوم في التدريب، وبالتالي الحديث عن تونس ونحن على بعد أيام قليلة، قرابة الشهر تقريبا من انطلاق مونديال العالم قطر 2022. بالتوفيق لتونس، أحد الدول العربية والمنتخبات العربية اللي راح تشارك في مونديال قطر 2022، واللي راح تواجه الدنمارك واستراليا وفرنسا، وأيضا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني
والمغرب وللبلد المستضيف العنابي القطري. افتخرنا الوطني ايضا في مرحلة الاستعداد الثالثة في اكتوبر اللي راح يخوض بعد ايام قليلة ثلاث مباريات هنالك في معسكر ابو ظبي بالتوفيق للاخضر في الاستعداد الاخير من اجل المونديال السادس للاخضر. كرة بتعود الان للفريق الاخضر ايضا في ارضية الملعب الاخضر حتى الان والافضل حتى الان في الشوط الثاني على الجهة اليمنى. الفيصل فيصل يا سلام على مرور مطالب على شيء لكن الافتكاك بشكل رائع لا شيء في اللحظة الماضية. جيلاني يعود بالكرة يا سلام يا سلام على مقلب جميل على الطرف الايمن. الانطلاقة حاضرة الان من جانب عدنان. عدنان تمريرة الرد كانت بالخطأ. المجهود المبذول في اللحظة الماضية يضيع من جانب عدنان وردي اللاعب المغربي اللي عنده هدفين وهداف فريق الصفا صاحب هدفين الانتصار بالنسبة لفريق الصفا كان خلف اللقطة الماضية الذي لم تستفاد من جانب الصفا بعد العمل والمجهود المبذول من جانب لاعبين الصفا. عبد الله كانوب يرتكب المخالفة في اللقطة الماضية ولدينا خطأ لصالح فريق النجمة خلف زياد القحطاني اللاعب رقم 8 وتقدم الآن لكتيبة النجمة للمناطق الأمامية أيضا للمدافعين. زياد يعلي كرة داخل المنطقة بالراس تخلص في المرة الأولى في الثانية في الإبعاد. الهجوم المعاكس الآن يأتي لكن شايفين غياب للتركيز من جانب كتيبة الصفا في الدقائق الماضية في اللمسة الأولى والثانية الثالثة لا تأتي بالشكل المطلوب وبالتالي لا تستفاد حتى الآن كرات الصفا في الدقائق الماضية. كرة بتعود على الجهة اليسرى على الأمامية. عدنان يا سلام على استلام. عدنان ينتظر المساندة على الطرف الأيسر واصل إلى محمد. محمد يرسل لك كرة جميلة عويشي التسديدة على ذلك حاضرة لكنها بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب من جانب مهند الفارسي. الكرة تذهب إلى ركلة مرمى. الكرة بعد ذلك تذهب إلى ركلة مرمى من جانب مهند الفارسي لكن مجهود وافر حقيقة من جانب جيلاري. نور الدين هذا التدخل الماضي من جانب مسرحي. سلامات لأيمن كرة بتعود مع اللاعب رقم 3 سيف الدين بن عكرمي قائد الكتيبة في ثاني تجاربه في الملاعب السعودية اللي كان مع نادي بيشا من يتصدر هذه المجموعة بتسع نقاط حتى الآن. هذه الوضعية يذهب الصفا وصيفا بثمان نقاط يتفوق على نادي النجمة بفارق نقطة وحيدة من يمتلك في رصيده سبع نقاط. كرة بالراس عبد الله كرنو في الإبعاد عادت من جديد الآن على الطرف الأيسر. استلام بشكل جميل مهند مهند أمام لاعبين. مهند يلعب العرضية بشكل ممتاز لكنها تتخلص عادت الآن إلى ديجاني. ديجاني على طول على الطرف الأيمن حاضرة العرضية بشكل ممتاز والرأسية يا سلام يا سلام الرأسية والارتقاء من الجزائري هشام مختار في اللقطة الماضية بعد العرضية الجميلة من خالد الجهني لكنها ذهبت بجوار القائم بجوار القائم. هذا مهند وهشام مختار الواضح في الصورة الجزائري الخادم من اتحاد بسكرة الجزائري لعب إلى شبيبة بجاي قدم عطاءات كبيرة في 2019. كرة الآن وتقدم على الطرف الأيسر فيها بينية بشكل ممتاز. الله أوه على لقطة خطيرة جدا
من جانب أبناء الصفا أصحاب الدار، كادوا أن يسجلون هدف ثاني في الربع الساعة الأولى من مجريات الشوط الثاني لتصعب الأمور تماما على فريق النجمة، لكن هذه المرة القائم هو من تدخل ومنع هدف صفواني في اللقطة الماضية. ياهي فرصة ربع الساعة الأولى في الشوط الثاني، حتى الآن البحث مستمر من جانب كل الفريقين من أجل تأمين النتيجة بهدف ثاني أم من أجل العودة في هذه الدقائق، أمر مهم جدا قبل أن تصعب الأمور على فريق النجمة. كرة بتعود إلى سيف الدين، سيف الدين يتقدم بالكرة، سيف الدين اللعب في تونس مع الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي التونسي هنالك في تونس. كرة امامية الان عالية بالراس تتخلص، تحضير على الجهة اليمنى، وحيد في المقدمة اللاعب رقم 9 يحاول حتى الان بشكل كبير، عدنان الوردي هداف الفريق، تصل اليه الكرة لكن لا تأتي اليه المساندة وبالتالي لا استفادة كبرى تذكر من جانب فريق الصفا حتى هذه اللحظة، لكن أي وصول خطير جدا في اللقطة الماضية من جانب عدنان الوردي بعد تمريرة وإرسالية للكرة، القائم تدخل ومنع هدف ثاني، ولكن هل من هدف ثاني في المباراة وأول لصالح النجمة؟ عرضية بتعود الآن إلى مهند، يا سلام على مهارة وعلى مرور من أمام ثلاث لاعبين، يعود الآن بالكرة للمقدمة، الهجوم المرتد، يا سلام الآن أصبحت ثلاثة على أربعة إلى جيلاني يعود بالكرة إلى محمد العمودي، وصلت الآن إلى عدنان الوردي يعود بالكرة في المنتصف، عبد الله كنو هو الآخر أيضا يعود بالخط الدفاعي، السرعة في الهجوم المرتد لم يكن حاضر في اللقطة الماضية وبالتالي إعادة الكرة أفقدت خطورة الكرة الماضية بشكل كبير. كرة بتعود خالد والتقدم الجهني من جانب مهند الفارسي، سلامات واقع أرضية الملعب للإصابة، اللاعب رقم 2 خالد الجهني اللي قدم مردود طيب حقيقة في الجهة اليمنى، الظهير الذي يساند بشكل كبير. الكرات الأمامية النجمة آخر وصول له كان في الدوري السعودي الممتاز، كان ذلك في 2002-2003. مصورة هنا على لجنة المنشطات تكون حاضرة في هذه المباراة، واحدة من المباريات التي تقام في هذا المساء ضمن أحداث دوري الدرجة الثانية، حضور جماهيري مميز دائما وابدا، المباريات التي تقام على هذا الملعب جماهير صف وتكون حاضره مسانده للاعبين الصفا من اجل تقديم كل ما لديهم، حتى الان لا خساره تذكر في سجل نادي الصفا، تعادلين وانتصار، الان يذهبون بالانتصار الثاني وسط هذه الفرحه الكبيره للجماهير، كرة الآن مباقتة لحارس المرمى لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة الماضية من جانب هشام بالراس الجزائري اللي عنده هدف وحيد حتى الآن مع فريق النجمة، واحدة من المباريات التي تقام ضمن أحداث الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية، الروضة اليوم مع الصقور
النعارية أيضا يواجه الجيل، الشعيب مع الشرق، ساجر مع بيشة، الريان مع الكوكب، الأنصار مع الوشم، ووج مع الزلفي، وأيضا هذه المباراة الصفا مع النجمة هي المباريات التي تقام في هذه الأمسية الكروية ضمن أحداث دوري الدرجة الثانية. كرة عرضية الآن تذهب إلى خارج أرضية الملعب، لكن هنالك الراية مرفوعة وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة يشير إليها حكم اللقاء في اللقطة الماضية. خطأ إذن بوجود الأوفسايد على خالد أو على مهند عبد العزيز، وتمريرة أيمن مسرحي، الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى أو إلى أوفسايد، وخطأ لصالح فريق الصفا. مسرحي يعلي كرة في الأمام، بتعود بعد ذلك مع مالك الميلادي. مالك يرسل لك كرة أمامية تصل إلى يوسف الزهراني، الزهراني للأمام في المنتصف، تصل إلى فيصل، فيصل اللي يفقد كرته في اللحظة الماضية، بتعود بعد ذلك إلى الفارسي، نقلة أمامية على الطرف الأيسر بشكل ممتاز إلى مهند، لكنها تذهب إلى خارج الأرضية إلى رمية التماس. رمية التماس إذن النجم اللي سبق وان حصد لقب هذه البطولة، ليتواجد بالمركز الثاني ببطولتين خلف الفتح اللي حقق 3 بطولات لدوري الدرجة الثانية. النجم اللي تساوى مع عدد كبير من الأندية قد سبق وحصدت هذه البطولة للي مرتين، تكلم عن العربي آخر الأبطال، عن الأخدود، عن هجر، عن ضمك، الفيحاء وسدوس، وأيضا الناظل المتواجد معنا في هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية، كل لديه بطولتين بجانب النجم. أيضا كرة على الطرف الأيسر، مهند الآن عبد العزيز يلعب العرضية بشكل ممتاز بالراس، تتخلص في الأولى، في الثانية أيضا إرسالية بالراس للأمام حاضرة من جانب لاعبين فريق الصفا، محمد عويشي، الكرة بتعود للنجمة من جديد داخل المنطقة بالراس ايضا من جديد، تتخلص ادوار دفاعيه كبيره يقوم فيها لاعبين فريق الصفا، والاعتماد كل الاعتماد على الكرات المرتده حتى الان لا يستفاد من خلالها بوجود عدنان وردي في المقدمه. فيما هنا لدينا اولى تبديلات المدرب عامر دربال بخروج اللاعب رقم 10 محمد القميز ودخول اللاعب رقم 27 فارس عبد الله الخريمي في هذه اللحظات، اولى تبديلات المدرب التونسي عامر دربال. مواجهات الفريقين، الصفا مسجل 8 قبل هذه المواجهه، يصل الان لهدفها 9 في مواجهات الفريقين، فيما النجم مسجل 6 أهداف في مرمى الصفا حتى الان، يعجز عن التسجيل بتألق العبيد والمدافعين بالنسبة لفريق الصفا. لدينا تبديل إذن، فارس مهند الفارسي هو من يغادر، واللاعب رقم 8 نايف العلياني هي أولى تبديلات رمزي جرمود. تبديل لتبديل حتى الآن، لكن شوط ثاني لا تبديل يذكر على مستوى النتيجة، 1-0 ما زلنا مستمرين بذلك الحدث الذي أتى مبكرا من أحداث هذه المباراة عن طريق حسين آل قريش. وديع العبيد يعلي كرة للأمام، تصل إلى السنغالي بالراس، يحضر في المنتصف، صافرة وخطف في اللقطة الماضية بأول ظهور للاعب البديل نايف العلياني، يتحصل ويستفيد على خطأ، كرة بتعود على الجهة اليمنى، عرضية بشكل ممتاز، تتخلص وتعود الآن على مشارف منطقة الجزاء، بتعود بعد ذلك إلى وين؟ إلى وين؟ إلى خارج أرضية الملعب، الكرة التي غادرت وذهبت إلى
ركلة مرمى على فيق اليمين عودي الى جح. ركلة مرمى اذا مع وديع العبيد. هنون هنون هاي هاي عاود 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 هاي فيها هاي باب ادخل ادخل. النجمة اللي حصلت لقب هذه البطولة في 88 وايضا في عام 2010 اخر بطولة حصدها فريق النجمة. آخر تأهل ووصول إلى دوري الدرجة الأولى كان في 2013-2014 بالنسبة لفريق الصفا اللي حل وصيفا في تلك النسخة اللي حققها نادي الفيحاء. هنا في تلك النسخة اللي تأهل الترجي من يتصدر المجموعة الأولى في هذه النسخة في دوري الدرجة الثاني واللي كان كريف الموسم الماضي من الصعود إلى دوري يلو اللي لعب مباراة تحديد المركز الثالث من كل مجموعة مع نادي الرياض الذي تأهل إلى دوري يلو في الموسم الماضي. لكن ماذا عن الصعود الوحيد للي الصفا اللي كان في موسم 2014-2015 سرعان ما عاد إلى دوري الدرجة الثانية في تلك النسخة. كرة الآن وتسديدة لكنها بعيدة تماما تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الصفا في تلك النسخة اللي احتل المركز الـ 14 بـ 29 نقطة وبالتالي هبط إلى دوري الدرجة الثانية من جديد. حينها كان يتواجد القادسية، النهضة، الاتفاق، كبار أندية المنطقة الشرقية. القادسية حينها هو من تأهل بجانب الوحدة إلى الدوري المحترفين، فيما النهضة حل ثالثا والاتفاق حل رابعا في ذلك الموسم الوحيد الذي تأهل من خلاله نادي الصفا إلى دوري الدرجة الأولى. خطأ الآن لصالح فريق النجمة في المنتصف. كرة بتعود واحد واثنين ثلاثة بشكل ممتاز مع محمد عويشي. الأسماء التونسية تصنع الفارق حقيقة والانسجام الواضح من أبناء تونس الخضراء ما بين جيلاني وأيضا محمد عويشي وأيضا مالك الميلادي. الأسماء الثلاثة المحترفين في صفوف فريق الصفا. كرة بتعود على الجهات اليمنى. حسين القريش يلعب له كرة على الطرف الأيمن إلى جيلاني لكن التغطية والإبعاد حاضر في اللقطة الماضية من جانب يوسف الزهراني. يوسف الزهراني اللي حوله لخارج أرضية الملعب إلى ركلة الزاوية. النظرة هنا على عدنان. عدنان وردي اللاعب المغربي في صفوف فريق الصفا. كرة عالية أمامية بالراس، يا سلام عليك مال في المرمى. خطيرة جدا خطيرة جدا من جانب هذا اللاعب عدنان في أولى تجاربه في الملاعب السعودية، لكن أيضا في قرار يشير إليه حكم اللقاء على وجود أوفسايد. عدنان لمسة، عدنان كان بالإمكان هدف ثاني في لقطة الثانية أيضا كان يسجل من خلالها عدنان وردي. الأولى كانت في القائم والثانية كانت تدخل من حكم اللقاء على اعتبار وجود فيها أوفسايد. عدنان الوردي في أولى تجاربه في الملاعب السعودية. التسديدة الماضية بشكل ممتاز. بالتالي الحكم الذي يشير على ان الكره غادرت ارضيه الملعب مع لقطه عدنان وردي.
عدنان كما ذكرت في اولى تجاربه مع الصفا القادم من نادي وادي زم هنالك في المغرب، وايضا كان له تجارب عده في الانديه المغربيه اللي بداها مع الوداد الفاسي وبعد ذلك الجيش الملكي ونهضه بركان واولمبيك اخريبكا، وبعد ذلك لعب للدفاع الحسيني الجديدي وبعد ذلك مع المغرب التطواني قبل ان يختتم اخر مبارياته هنالك في المغرب مع نادي سريع وادي زم قبل ان ياتي هنا مع نادي الصفا في اولى تجاربه في الملاعب السعوديه. هداف الفريق حتى الان بهدفين، عدنان الواضح في الصورة خلف كل كرة خطيرة من جانب كتيبة الصفا اللي حاول بشكل كبير على مضاعفة رصيدها التهديفي وعلى اتساع الفارق أيضا بفارق الهدفين في هذه المواجهة لكتيبة الصفا. سيف الدين يلعب لك كرة عالية أمامية بتعود الآن إلى خالد على الجهة اليمنى، الجهني التغطية حاضرة من أمامه تتخلص وتعود في المنتصف، إديانج يلعب لك كرة على الطرف الأيمن، الأمور ما زالت مستمرة مع فيصل أو إذا خالد في اللقطة الماضية ما بين الاثنين، الكرة وين؟ الكرة وين؟ ما زالت مستمرة مع مهند، مهند يلعب لك كرة داخل منطقة بالراس من جانب هشام لكن الكرة تحولت إلى ركلة الزاوية، إلى ركلة الزاوية. آخر ربع ساعة عزيزي المشاهد عزيزي المتابع متبقية من أحداث هذه المباراة ما بين الصفا والنجمة، تفوق صفواني حتى الآن مستمر بهدف مقابل لا شيء، وإن حدث ذلك فهو الانتصار الخامس التاريخي على فريق النجمة وبالتالي يصل إلى وصافة هذه المجموعة. كرة عالية على القائم الثاني لكن وصول لحارس المرمى وديع العبيد، وصول بعد ذلك إلى حارس المرمى وديع العبيد ويتحصل على الكرة الماضية كرة بالرأس نتحدث عن آخر تواجد للنجمة في دوري الدرجة الأولى قد حدث ذلك في 2013 تأتي وبالتالي قرابة 9 أعوام حتى الآن يبحث عن العودة إلى دوري الدرجة الأولى. كرة الآن لصالح النجمة على الطرف الأيمن، عرضية داخل المنطقة بالرأس تتخلص، تغيير اتجاه اللعب بشكل ممتاز على الطرف الايسر الان، التقدم من جانب كتيبة الصفا، جيلاني جيلاني يلعب البينية الان بشكل ممتاز، التسديدة بعد ذلك حاضرة من جانب محمد عويشي لكن الادوار الدفاعية من مسرحي 10 على 10 في الابعاد، 10 على 10 في الابعاد. عادت الكرة الان حسين يلعب عرضية خطيرة الى عدنان، الكرة تبعد لك ليس ببعيد، عادت الان في المنتصف مع اللاعب البديل نايف العلياني، العلياني على الطرف الايسر عرضية لكن بدون اي عنوان، بدون اي عنوان تتخلص، والمتابعة تاتي من عدنان وردي ايضا في اللقطة الماضية، الاكمال حاضر على الجهة اليمنى من جانب هشام مختار، هشام مختار الى فيصل، تميرة الرد إلى هشام من جديد ولكن العبيد بقبضة اليد يبعد كل الخطر تماما عن مرمى في اللقطة الماضية. كرة بالراس الأمور ما زالت مستمرة، الكرة في المنتصف من جانب فارس عبد الله، النقلة على الجهة اليمنى من جانب خالد الجهني، الجهني الى سيف الدين مختار، تسديد الان خطيره وبعد ذلك الكره تصل الى العبيد مع مطالبه على وجود خطا وركله جزاء، وحديث حاضر، حديث حاضر ما بين هشام
في اللقطة الماضية اللي كان يطالب على ركلة جزاء. خلونا نشوف الإعادة، خلونا نشوف الإعادة. هنا التسديدة القوية وبعد ذلك الإكمال كان حاضر من هشام والتغطية اللي كانت موجودة من المدافع في اللقطة الماضية. مالك الميلادي ما بين التونسي والجزائري كان حديث على مطالبة بركلة جزاء. كرة بتعود على الطرف الأيسر، مسرحي أيمن يحضر على كورته وتذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. تتكلم عن النجم وآخر تواجد له في دوري الدرجة الأولى كان في 2013 عندما هبط بالمركز ما قبل الأخير ب 29 نقطة بثمان انتصارات وخمس تعادلات وسبعة عشر خسائر كأكثر الفرق خسارة بجوار جدة في تلك النخسة في تلك النسخة التي كان بطلها نادي العروبة. هل من عودة للنجمة في هذا الموسم إلى دوري يلو في المرة رقم 11 في تاريخه أم للصفة للمرة الثانية في تاريخه؟ حتى الآن التفكير على نقاط هذه المباراة. الكرة بالرأس من أجل نقطة، من أجل نقطة. ما زال يحاول النجمة على كيفية العودة. رأسية كانت جميلة لكنها مرت أيضا بجوار القائم، خلفها دائما وأبدا المشاقب الكبير الجزائري هشام مختار. هشام مختار مصدر خطورة وإزعاج كبير لفريق الصفا. حتى الآن يحاول بشكل جاد على كيفية عودة فريقة في هذه المباراة. نقطة أفضل من لا شيء هنا في هذه المباراة هنا على ملعب نادي الصفا. من يستضيف نادي النجمة؟ كرة بتعود وصلت إلى أيمن مسرحي. مسرحي على الكرة للأمام، تتخلص وتعود على الطرف الأيسر. جيلاني يتقدم، جيلاني يرسل لكرة جميلة. الله 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 على كرة وعلى لقطة جميلة جدا من جانب التونسي جيلاني، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. لدينا تبديل، اللاعب رقم 11 سيشارك من جانب فريق النجمة اللي هو زامل السليم، وأيضا لاعب رقم 17 من جانب فريق الصفا إبراهيم البوسعيد. لكن عينك على العمل الذي يقدم جيلاني في هذه اللقطة وهذه التسديدة التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. تبديل ثاني من جانب الصفا أيضا، إبراهيم البوسعيد وأيضا زامل السليم هنالك في الجهة الأخرى مع نادي النجمة. تبديل لكل مدرب وهو الثاني له في هذه المباراة. كرة بتعود على حساب مهند التبديل بالنسبة للنجمة زامل الواضح في الصورة. سليم كرة أمامية الآن تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية العمودي محمد هو من قادر من جانب الصفا على حساب إبراهيم البوسعيد بعد مهند الفارسي بالنسبة للمدرب رمزي جرمود. كرة أمامية بتعود الآن، لم كرة بشكل ممتاز. واحد اثنين مع عدنان. البينية إلى جيلاني، إلى جيلاني، إلى جيلاني، لكن فيها راية مرفوعة من جانب الحكم المساعد الأول علي أحمد الخيبري. واضح واضح جيلاني كان في مصيدة التسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة من جانب فريق النجمة.
كرة بتعود على الجهة اليمنى، التقدم من جانب خالد، لكن برافو على ابتكاك بشكل جميل ورائع في اللقطة الماضية. ولدينا قرار على وجود خطأ ضد جيلاني ولصالح فريق النجمة. النجمة اللي كان في معسكر داخلي، لعب عدة مباريات مع طويق السعودي ومع الانتصار السعودي وايضا مع الترجي السعودي احد اندية المنطقة والبكيرية، وايضا التقدم قبل خوض ضمار دوري الدرجة الثانية في هذه النسخة. لقطة الان لصالح فريق النجمة، على الطائر بشكل ممتاز، الاكمال حاضر ايضا، ولكن الكرة تذهب الى ركلة مرمى، الى ركلة مرمى خلفها اللاعب الابرز حتى الان في الشوط الثاني الجزائري هشام مختار في هذه التسديد، الاكمال من مختار ايضا لكنها مرة تعدت الى خارج ارضية الملعب الى ركلة مرمى. تبديل اخر ايضا، السنغالي سوف يقادر ديانج، واللاعب رقم 70 المحترف الرابع في صفوف النجمة البرتغالي ريكاردو رافائيل ميراندا هو الورقة الثالثة بالنسبة للمدرب التونسي عامر دربال. ذكر عامر دربال بآخر تواجد للنجمة في الدوري السعودي الممتاز كما ذكرت في 2002-2003 حينها اللي كان بطل الاتحاد. النجمة لم ينتصر في ذلك الظهور وفي آخر تواجد في الدوري الممتاز، لكن لدينا لقطة الآن خطيرة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. النجمة بخمس تعادلات فقط في 22 مباراة لم ينتصر في أي مباراة، 17 خسائر، لكن عينك على التعادلات اللي سجلها فريق النجمة في تلك النسخة الأولى، كانت من أمام الطائي، وما يقدم مستوى لافت فريق الطائي في دوري روشن في هذا العام. أيضا تعادل من أمام الشعلة 1-1 كما هو الحال من أمام الطائي 1-1، وبعدها تعادل من أمام فريق الهلال الزعيم ب1-1 في تلك النسخة، وأيضا تعادل من أمام الفريق البطل في تلك العام فريق الاتحاد 1-1، وأيضا التعادل الأخير كان حاضر من أمام الكوموندوز الاتفاق ب3-3. خمس تعادلات كانت من أمام فرق كبيرة للنجمة في آخر تواجد وآخر ظهور له في الدوري السعودي الممتاز، قد حدث ذلك في 2002-2003. سلامات العبيد، وديع واحد من نجوم المباراة بلا أدنى شك على ما قدم في هذه المواجهة، اللي كان صدا منيعا لفيصل وزملائه المطيري وأيضا هشام مختار لم يجدون الطريق لمرمى فريق الصفا بتألق كبير من وديع العبيد اللي يتعرض لإصابة في هذه اللقطة وفي هذا الطلوع بشكل ممتاز، والخروج الموفق من جانب وديع العبيد قبل أن تصل الكرة إلى الخطير فيصل المطيري. لدينا تبديلين من جانب عامر دربال وأيضا من جانب رمزي جرمود، اللاعب رقم 99 سيشارك خالد بالحارث، واللاعب ايضا رقم 20 خالد الثبيتي. جيلاني هو من قادر في اللقطة الماضية ومن تعرض لإصابة. سلامات في اخر دقيقتين تقريبا متبقية من احداث هذه المباراة وهذا الشوط تحديدا. الكرة تذهب الى خارج ارضية الملعب الى رمية جانبية، هدف كفيل بجلب 3 نقاط كما فعل الصفر في مرتين، يكرر ذلك في المرة الثالثة، وفي هذا الشهر
الذي دائما ما يبتسم لفريق الصفا عندما انتصر بهدفين في المباراة الأولى التي جمعتهم في شهر أكتوبر 2-1. الآن أيضا الانتصار يحضر وبفارق هدف وحيد، هدف مقابل لا شيء، إلا إذا حضر جديد في الدقائق المتبقية واللحظات المتبقية من أحداث هذه المباراة. في الموسم الماضي في شهر أكتوبر 2-1 أو 2 مقابل لا شيء للصفا، أيضا في هذا الشهر وفي هذا العام 2-1 مقابل لا شيء، حتى الآن تستمر الأمور للفريق الصفواني. رمية جانبية مع عبد الله كنو إلى عدنان الوردي، الكرة بتعود بعد ذلك إلى حارس المرمى خالد المقيطيب، لم يختبر كثيرا خالد في الشوط الثاني في كرة أو كرتين خطيرة جدا كانت من جانب عدنان وردي، ومع ذلك لم يكن له الظهور الكبير عكس ما كان الحال بالنسبة للحارس وديع العبيد. خطأ إذن لصالح فريق النجمة، 4 دقائق محتسبة كوقت بدل ضاع، هي كل ما تبقى على أحداث هذه المباراة ما بين الصفا والنجمة. النجمة راح يلعب في المباراة القادمة من أمام فريق ساجر من المجموعة الثانية. الكرة بتعود الآن خطيرة والتسديد أيضا تحضر لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى يلعب باليمين يشوط باليسار، يلعب باليمين يشوط باليسار. ركلة مرمى إذن مع العبيد، كرة أمامية على طول تتخلص على الطرف الأيسر، مسرحي يتحصل على خطأ. مباراة الصف القادمة راح تكون من أمام الوشم، وحتى الآن لا خسارة تذكر لأصحاب الدار الصفا الذي حتى الآن يحقق الانتصار الثاني له في مسيرته، في رابع ظهور له في دوري الدرجة الثانية. الكرة بالراس تتخلص على مشارف منطقة الجزاء، هشام العرضية حاضرة للمرة الثانية، التقدم بعد ذلك حاضر من جانب كتيبة النجمة، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. زامل السليم كان خلفها في اللقطة الماضية، والكرة تذهب إلى رمية جانبية، فيما النجمة يتجه على أول خسائر في رابع ظهور له بعد تعادل وانتصارين آخرها من أمام الروضة. الآن الصفا يلحق به الخسارة الأولى. كرة بتعود داخل منطقة العمليات، تراجع كلي من جانب كتيبة الصفا حفاظا على هذه النتيجة ومكتسبات هذه المباراة. 3 نقاط سيصل من خلالها الصفا للنقطة رقم 8 ليحل ثانيا ضمن المجموعة الثانية خلف فريق بيشة. الثواني واللحظات الأخيرة على أحداث هذه المباراة. الصفا من أمام النجمة، بداية كانت قوية للصفا، استحق على إثرها تسجيل أولى الأهداف من اللاعب رقم 5، لكن لا ننسى المجهود الكبير الذي قدمه جيلاني في التقدم وصناعة الهدف الوحيد بعد تراجع وكان حذر وحالة ارتباك من جانب دفاعات فريق النجمة. النجمة اللي حاول كثيرا لكنه لم يستطيع التسجيل في آخر دقيقة من الوقت بدل الضاع. هل تأتي الفرحة النجماوية؟ نجوم النجمة حتى الآن يبحثون عن نقطة في هذه المباراة. خطأ إذن
خطأ إذن لصالح فريق النجمة في تقدم كامل. الكتيبة الخضراء يقابلها تراجع كامل من جانب كتيبة الصفا داخل منطقة الجزاء. هل من جديد؟ هل من عودة؟ هل من فرحة؟ الكرة عالية بالرأس لكنها تتحول إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى وين؟ إلى ركلة الزاوية. لم تنتهي الأمور بعد، الأعصاب على أشدها في اللحظات الأخيرة. هل الثلاث نقاط تبقى هنا في الصفوة لأبناء الصفا أم يتقاسمها الفريقين وتذهب نقطة هنالك لعنيزة لنجوم عنيزة؟ الكرة على القائم الأول، تمر تتكمل. الكرة وين؟ الكرة وين؟ الكرة فيها دربكة، الكرة حائرة ما زالت مستمرة لصالح النجمة. خطيرة خطيرة ولكن الإنقاذ ولكن الإبعاد مسرحي يعود بالأمور. آل عبيد خلاص خلاص خلاص، آل عبيد يتمسك بالكرة وبالتالي الصفا يتمسك بثلاث نقاط. مبروك لأبناء صفوة، مبروك للصفا، هذا الانتصار الثاني لهم في مشوار دوري الدرجة الثانية ليصلون بذلك للنقطة رقم 8 ويحلون ثانيا خلف فريق بيشا وهارلك من الأعماق لفريق النجمة القادم من القصيم هنالك في محافظة عنيزة. هذه الخسارة الأولى نقولها للمرة الأولى، هارلك من الأعماق لفريق النجمة. ثلاث نقاط مهمة في مشوار الصفا فيما يتجمد رصيد فريق النجمة بسبع نقاط بفارق نقطة على فريق الصفا. هذا كل ما لدي أنا من خلف المايك، كنت معكم واصفا ومعلقا عبد الله بن ناصر المحيسن، وأترككم مع هذه الأفراح لجماهير الصفا. إلى أن نلقاكم في مباراة أخرى، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. هاي هاي مليان هاي حلاتك.